كنا ضمن الأصفياء من الأصدقاء محظوظين بدعوة الأستاذ حسن المنيعي لنا في كثير المقامات إلى برجه الجذاب لاستكمال سهرتنا، فكان يغدق علينا بكرمه وكياسته الوارفة، يوزع علينا بسمته الأنيقة التي لا تفارقه. هذه المنارة الفريدة التي زارها قبلنا عديد الشخصيات التي على كعبها في البحث والإبداع، من محمود درويش وسميح القاسم وإدوار الخراط إلى أحمد النجاط وعبد الشخبار السخين ومحمد بن راضة وغيرهم كثيرون، كما أشار إلى ذلك الصديق الباحث هشام العلوي في شهادة للبديع. في البداية أعطي كلمة تحية لمدير التمهيد السابق للمال الفلسطيني في الدكتور مشكور. أظن أن هذا التأبين وكان مناسبة أولا للوقوف على ذكرى الراحل حسن المنيعي، وكانت كذلك مناسبة طيبة لأنه رغم أن الموت غيبه فإنه سيبقى حاضرا من خلال تسمية إحدى القاعات بالمركز الثقافي المنوني قاعة الورشات التي أصبحت تحمل حسن المنيعي. كذلك كانت العائلة جد مشكورة التي أهدت مجموعة من الخزانات المرحوم للمركز وستصبح في متناول الطلبة والباحثين. كذلك أنها مناسبة جد مهمة للمسرح المغربي من خلال إعلان عن ميلاد مؤسسة تحمل حسن المنيعي. هذه المؤسسة أظن سيقوم بدور أولا في التعريف بتراث هذا الرجل وفي أبحاثه وإعادة نشرها سواء للطلبة الباحثين من المغرب أو خارج المغرب، وكذلك ستكون مركزا للبحث المسرحي والدراسات المسرحية، سيغني الحياة المسرحية بالمغرب. قبل كل شيء أود أن أتوجه بالشكر لوزارة الثقافة والشباب على هذه البادرة الطيبة، وأشكر كذلك وعلى رأسها المدير الإقليمي لجهة مكناس، كما أشكر جميع أصدقائه وطلبته وجميع الباحثين والفنانين الذين حضروا شخصيا لهذه التظاهرة. حسن المنيعي أنا كما قلت في كلمتي قيل عنه الكثير، يعني فيما يخص طلبته وأصدقائه وكل الباحثين الذي عرفوه. فيما يخصني أنا تكلمت عن تصرفه مع العائلة لا غير، كيف كان متواضعا، كيف كان ساذجا في تصرفه، كيف كان يحب العائلة، وكيف كان يخلص لبلاده ولوطنه، وكيف كان يحب مدينة مكناس. تكلمت عن شبابه وذكرت بعض الذكريات التي لا يعرفها أصدقاؤه، هم يعرفونه كباحث وكأستاذ جامعي، وأنا تكلمت عن سن الطفولة وسن المراهقة حين كنا نلعب جميعا بنادي المكناسي لكرة القدم بمكناس، وحين كنا نمثل في المدرسة الابتدائية ونقوم بأدوار تمثيلية في المدرسة الثانوية كذلك. وتكلمت عن أشياء كثيرة، منها ما أنجزه مع مؤسسات كجمعية البحث الثقافي وكجمعية كتاب المغرب، وتكلمت كذلك عن كيف أصبح أستاذاً لتلاميذ كان يكبرهم بسنتين أو ثلاثة لا غير، وكان يلعب معهم كرة القدم وأصبح أستاذهم قبل أن يصبح كذلك أستاذا جامعيا. حسن المنيعي في اعتقادي لم يرحل، حسن المنيعي مات ورحل عنا ماديا ولكنه لم يرحل، لأنه ترك أولا مستنبتا من الأفكار ومن العمل ومن النقد ومن الإبداع ومن النشر. وحسن المنيعي هو منيع من إيده ومنيع ربما من أصوله
هو الرجل الذي حمل قيما ونقلها إلى الآخرين، هو الرجل ذو المسار الكبير، هو الرجل المتقن للثقافات بمفهومها الواسع، هو الرجل الذي ارتبط اسمه بمكناس وبفاس، ارتبط اسمه بفاس في الجامعة، ولكن ارتبط اسمه بمكناس باعتباره زاوية معرفية، باعتباره ركنا من أركان هذه المدينة. رحم الله السي حسن، ولكن آثاره ستظل دائما حاضرة قوية مبتوتة في وجدان الشباب والباحثين والمهتمين، فرحم الله السي حسن. أولا تحية للمديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الثقافة بمكناس على هذه البادرة، وتحية للصديق الدكتور بوسلهام ضعيف على هذا الجمع الكريم الذي أكد للجميع أن ثقافة الاعتراف هي أحسن شيء يمكن أن يقدم لرموز الإبداع بالمغرب. مات حسن المنيعي ورحل بلا زاد ولا متاع. عاش حسن المنيعي فعاش الفكر والإبداع. حسن المنيعي والإبداع نحلة حبلى بألف قطرة سكر، نحلة يتخمر في أحشائها السكر، ولا يمكن للمرحوم حسن المنيعي ولا للإبداع أن يهربا من غدد الجمال المخبوءة فيهما، وإلا قتلهما عطرهما. مات حسن المنيعي ولكن بقي عطره فواحا يستنشقه كل المبدعين والنقاد والباحثين والأصدقاء.